يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعطيني شخص زكاة لأوزعها على الفقراء وأنا فقير. يقول يعطيني شخص زكاة لأوزعها على الفقراء وأنا شخص فقير، فهل يجوز لي أن أخذ منها أو أن أعطي زوجتي أو والدي أو أولادي؟ أنت وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا لولده ولا لزوجته ولا لوالديه، لا يأخذ منها شيء إلا بإذن صاحبها. نعم.